تخيل انك تقدر تسيطر على القراوين بماينكرافت وتحولهم الى مقاتلين شرسين. اليوم راح نحاول نحصل على ايتمات الاميرالد الرهيبة اللي يخبيها صديقي حجاجي بمكان سري جدا. اذا حصلنا الايتمات راح نقدر انه نحصل على قوة الاميرالد الرهيبة اللي تخلينا نتحكم بعالم القراوين بالكامل. لكن بالطرف الثاني حجاجي راح يكون ده يغش، ده يتعاون مع سعد براين بنفسه، راح يكونون ضدنا جيش بيلجرز كبير جدا ومقاتل وقوي جدا. هل راح نقدر اليوم انا وصديقي عبسي ان ننتصر على جيش حجاجي ونكون جيش يهزمه؟ بذلك نعلن انه اني ناري لازلت اقوى لاعب بماينكرافت. امشي عبوس امشي امشي، خلوا وبيك هذا حجاجي بالقران العظيم اليوم اكسر راسه هنا. ولك ها تالية حجاجي ايش يسوي بينا؟ ناصب علينا مسوي روحه يشتغل بشرف، تالية طلع يستخدم الجيم مود مال سعد براين. بس دقيقة والله عندي خطة اسطورية، باوع هذا المحلول مال اختفاء. عبوسي وين راح؟ ولك عبوسي عبوسي تعال عندنا محلول مال اختفاء، راح نختفي ونهجم على القاعدة مال هذا حجاجي. انه كلام الله اليوم لا اطق اطق، بس امشي قدامي امشي قدامي، سد الباب اخوي سد الباب، هذا البيت مال ابوك. والله بشرفك عبسي، هذا بيت مبني بناء عادي، والله العظيم مو بناء عادي، والله قلت لك سعد براين مساعده وعنده شكله شيء خطير هنا قاعد يسوي. بس لا تخاف انا عندي هذا المحلول مال اختفاء وجبت شويات ايتمات، لذلك يا عبوسي انا وياك يا اسطوره الاصل. عبسي عبسي لا قوه الا بالله، تربت من القاعده مال حجاجي، خلونا نستخدم هذا المحلول. اوه اوكي صرنا مختفين صرنا مختفين يا اصدقائي، هسه حجاجي ما يقدر ابد يشوفنا. بس والله حجاجي عنده وايا امرض، منهم جمع هذا الامرض كله المسخم؟ وهي القاعده مالته متاكد انه سعد براين مساعده بيها؟ مستحيل حجاجي النوب اصلا والله يعرف يبني بيت هيك بمادبته صغير. بس هاي شلون نفوت لنا؟ ادق ما تسوي شيء تسوي شيء، ادق هذا وين المدخل مال القاعده هاي السريه؟ اوكي هاي ما تسوي شيء، بس اذا استخدمنا هذا اعتقد انه معقول اكو هنا مدخل سري؟ انا اتذكر انه عد هو يمكن هذا المدخل السري. والله ايش كنا دخلنا يا ولد، والله ايش كنا دخلنا. اوكي انا ليش معصين انا؟ احاول انه انزل بالماء واسعد. والله دخلنا يا ولد، والله دخلنا يا ولد، والله دخلنا، والله دخلنا القاعده. ولك شنو القاعده الرهيبه؟ اوكي والله هذا المدخل اوكي خلينا نصعد للنهايه. دقيقه اعتقد قربنا انه نوصل صح. درج درج وصلنا لفوق والله. اوكي حان الوقت هسه حتى نعرف حجاج المسخم ايش قاعد يضم فوق. يا الله بسم الله والعب. ولك حجاج خابط الامرض كله ما سيرفا. ولك شنو الامرض؟ لا مستحيل والله العظيم ما اصدق. حجاج مين جاب كل هذا الامرض؟ حجاج فقر لا طول 24 ساعه مقضيها تسخيت وما يفرم. ولك باوع مسوي مسبح والجو محترق. ولك هاي شنو هاي؟ ولك لا لا مستحيل، لا لا والله حجاجي اكيد عنده شيء سر قاعد يستخدمه حتى يجيب كل هذا الامرالد. بس شنو هاي الاسلحه ايش قاعد يصير هنا؟ اوكي دقيقه لازم اكو شيء سري هو مخبيه بحيث نقدر نعرف ان احنا راس انضرب. اوكي اوه دقيقه. ولك هذا شنو هذا؟ شكله مفتاح سري صح؟ اوكي اسمع صوت بستون، اسمع صوت بستون. مين هذا البستون؟ اوه هذا المكان انفتح. دقيقه هذا المكان انفتح ما كان مفتوح، والله متاكد. دقيقه اوه والله مكان سبع يا ولد. ولك حجاج المسخم جاك ناري حتى يكسر راسك. دقيقة تشيست شنو؟ العب ولك شنو الاشياء؟ ولك حجاج المسخم ولك شنو هاي؟ لا مستحيل اصلا وين اكو ماينكرافت هالاشياء مال الامرالد؟ ولك اشياء مال الامرالد اسطورية. اوكي دقيقة دقيقة خليني اشرد منه لان هذا المحلول مال اختفاء راح يروح مالتي وراح ننفضح فضيحة. خلينا نشوف الشوب على نقدر نقفز منه من فوق اكو ماي جوا. اوكي دقيقة عندي فكرة، خلينا نخرب هذا البيت مال حجاجي ما دام احنا طالعين. المحلول مال اختفاء مالتي خلاص يا ولد. اوكي بسرعة لازم ننزل على هذا الماي، بس لازم ننزل بسرعة واحترافية بحيث انه نحاول انه نشرد منه انا قبل لا يجي حجاجي. حجاجي عنده هواية امرض، وانا متأكد ان هاي الاشياء مال امرض اللي لقيتها عنده تمتلك سر او قوة غريبة، لذلك راح ناخذها انا وعبوسي ونروح نكتشف هاي الاشياء شو تسوي. اوكي يا عبوسي تعال تعال، عندي فكرة. هاي اسلحة الامرالد والدبع مال الامرالد كلها حطيناها، بس انا متاكد بعد تسوي الشيء، لذلك حان الوقت حتى نجرب هاي الاسلحة مال الامرالد، لان مثل ما تدرون هذيك الاشياء كلها موجودة بماينكرافت خصوصا مال الامرالد. تعال عبوسي تعال تعال هذا الموقع السري هنا مالتي، تعال خوي تعال تعال لازم نجرب. ولك خوي انك تعال. اوكي هذول هنا قراوين شوية حاطهم للتجارب البشرية السليمة جدا. هسه نحط هذا المفتاح وندوس عليه. اوه كينج اوف ذا فيليجر، والمفروض مثل ما تشوف اذا كسرت هاي ودست عليهم بهذا الايتم. اوكي هنا احولهم. اوه فيليجر هاز تشينج، تغيروا الى الفيليجرز المقاتلين، صاروا مقاتلين المفروض ان هذول يتبعون اوامر. يلا تعالوا صعدوا فوق صعدوا فوق، هذول اساطير. لك لا تخاف لا تخاف عبوسي، هذول المفروض هسه احنا نتحكم بيهم.
ولك والله يا قوة الأمرلد، بس يصير عندك قوة الأمرلد تتحكم بكل القرويين بالعالم، تقدر بتحولهم إلى قرويين مقاتلين. ولك حجاج ايش راح اسوي بيه؟ هسه كل اللي اسويه انه اجيب شوية دايموند. اوكي ما بيده وايد دايموند، شوية دايموند مو كل هذا. اوكي شوف عبوس، شوف ذول القرويين برمجتهم بحيث اذا نحط لهم شوية دايموند هنا المفروض انهم ياخذون الدايموند، وهذا الدايموند راح يتوزع على كل قروي متحول، لانه انا ملك القرويين ملك الاميرالد. مفروض لك شفت 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 ابو قبيدت، والله ابو قبيدت صار عندهم اسلحه. وين هذول الحراميه؟ وين هجمات يا حرامي؟ صوت حجاجي فوق. تعال حجاجي، شو عندك هنا يا بالبيت؟ يا نار يا نار، بتسرق ايتماتي من السيرفر، قسم بالله جاي كسر راسكم، وهي سرقة علني. نعم كانت عملية سرقة صراحة، كانت عملية سرقة، بس انت باوع. هي ما تخاف ربك. باوع حجاج، لا تظل تشمر علي، اكسر راسك هنا. ولك انت مستخدم سعد ابراهيم حتى تبني البيت مالتك، وانا اتعب لا بالسيرفر. يا اخوي لا مو سعد ابراهيم، بس قسم بالله لا كسر راسك انت وعبسي، والله لا بطردكم من السيرفر، وانا والله جايب معي بعد اهتمام. ايش انت صايب تقمز ولك؟ والله بقمز بكسر راسك يا اخي قسم بالله. لا انا ما راح اقاتلك، تدري شو اسوي؟ راح استخدم عصا الامرلد هاي اللي عندك اياها، تدري ايش راح اسوي بيها؟ تعالوا يا مقاتلين، تعالوا انا وابي لك. ولك تعال والله لا اجند هذا السيرفر كله عليك مقاتلين، اقتلوا هذا اللعين، هذا قاعد يتعدى على الاستاذ مالتكم، على تاج راسكم. يا ولك اضربوا الحداد، انا اعلمك اضربوا لك اليومك اليوم. ولك موتناه والله موتناه. ولك ذول اساطير. اوكي عبس تخيل ذول اثنين وهيك يسوون، تخيل اذا عندنا جيش كامل منهم. اوكي دقيقه تو عندك باوع. اوكي دقيقه، يبدو انه اكو وحش عندك كرشين، انا مرسم بس هذا. اوكي هذا مالنا علاقه بي، هذا مالنا علاقه بي، راح نروح ونكون جيش كامل من القرويين المدرعين بس بعيد عن هذا الوحش ابو كرش. قسم بالله لا انتقم منك يا ناري، بتسرق ايتماتي، بس ثواني انا بوري لك والله جيش البليجرز بتاعي. شوف جيش البليجرز والله عم تسلحهم، بس عندي كوماند بلوك واحدة، محتاج سعد. سعد الوحيد اللي بيقدر يغش بهاي اللعبة. يا سعد تعال، جبت لك البرينجلز. والله سعد بنستدعيه ببرينجلز، والله شلب. ولك سعد يا سعد، وراك يا الاهبل، يعني يومك انت يا براين انت. قسم بالله تعال يا الاهبل، تعال شوف يا سعد، شوف بدي انتقم من ناري، خذ لك برينجلز. اسمع، بدي كمان بليجرز، بدي جيش كامل من البليجرز دول قليلين، بدي كوماند بلوكس كمان، بدي لك برينجلز. يلا حط لك كرسبن. يلا ولك، يلا يلعن يومك، والله انك هيرو براين اسطوري. يلا حط كمان بدي كمان وبعطي لك برينجلز. يلا والله راح اكون جيش، والله لا ادمرك يا ناري، انا وسعدي الاسطوره. يلا يا سعدي خذ لك برينجلز، ولك طل ولك شو عم بسوي، يعني يومك والله انت هيرو براين اهبل، حتى ترك لي برينجلز. بما انه حجاج قرر انه يجمع البليجرز ويكون جيش حتى يحاربني، قررت اني اتجه الى كل القرى المجاوره بماين كرافت حتى احول كل القرويين الموجودين هنا الى قرويين مقاتلين يشتغلون تحت اوامري. وبالفعل بدينا انا وعبسي بتجديد كل القرويين وتحويلهم الى قرويين مقاتلين باستخدام طاقه الامرلد اللي عندنا، ولكن كان عندنا مشكله صغيرة وبسيطة جدا باستخدام الغش والكوماند بلوك. حجاجي قاعد يكون جيش كبير جدا من البليجرز، وهذا الجيش مال البليجرز اعتقد راح يصير اكبر من الجيش مالتي، لذلك انا وعبسي قررنا انه نسوي خطة ثانية. لازم نبدي انا وعبسي بخطتنا الثانية، نطور القاعدة مالتنا، نكبر الجيش مالتنا، لانه لا ننسى انه حجاجي ويا سعد براين، وسعد براين يعني كوماند بلوكات، يعني جيش لا نهائي ويعني غش، لذلك مهمتنا اعتقد صارت اصعب عبوس. لازم ابدي احسن هاي المنطقة واخليها اقوى، واول خط من الدفاع مالتي طبعا راح يكون القرويين المقاتلين بس، الخط الثاني من الدفاعات راح يكون ايتمات اسطوريه وشغلات احطها. اوه والله عندنا وايد اشياء هنا بالقاعده، هو ذني شنو ما حد يبي، ولكن خلينا نجيبهن. اول شيء لازم نسويه عبوس ان احنا نبدا بناء سور كبير جدا يحيط بهذا المكان مالتنا. اوكي خلينا نكسر هاي من هنا، وراح نسوي البوابه مالتنا، المدخل مالتها الرئيسي من هنا، حتى من يجي الجيش مال حجاجي راح يكون الجيش دخول الجيش المفروض منها مو من اي مكان ثاني. هسه راح نستخدم هاي البلوكات، صحيح تبين ان هي بلوكات عاديه، بس هسه راح اوريكم ايش راح اسوي. بلوكات الليفل الاسطوريه هاي المفروض ان هي تحرق اي واحد يفوت من هنا، خلينا نجرب. اوه والله شغال. اوكي شغال. وهسه بالجزء الثاني مال الخطه مالتنا، وهي دفاعات الليزر الاسطوريه، وهاي المفروض اوكي حطيتها بالغلط بس ما لنا علاقه، هاي المفروض الدفاعات ان هي تكون خط مال الليزر اللي يفوت منها هم يدمج، لذلك دخول البوابه صار حرفيا مستحيل، بس بعد اعتقد نحط شويه لافه. اوكي انا كل شغله عبقريه جدا نسيتها، احنا اذا سدينا هذا الكوكان كله وحطينا هاي الدفاعات، شلون راح ندخل القرويين مالت المقاتلين هنا؟ اوكي اعتقد راح نضطر انه نفلشها ونرجع نبنيها عبوسي. وبيش تكون خطتنا تقريبا كملت، الجدار مالتنا كمل، بالاضافه لانه عندنا الدفاعات الموجوده بداخل البوابه، وقدرنا انه ندخل القرويين مالتنا المقاتلين هنا، وكل اللي علينا نسويه انه ننتظر جيش حجاجي حتى يبدا القتال بين جيشنا
وجيشه. واخيرا يبدو انه حجاج وجيش البلجرز مالته وصلوا الى مكان وقاعة التلسطورية. يا ناري قسم بالله لا كسر راسك، انا وجيش البلجرز تبعيتي، وعلك ينوب اطلع والله بدخل اكسر راسك. ولك لا انت ولا جيشك هذا يخافون كلبي، تعال جرب وفوت القاعدة مالتي، تعال يلا اخوان يلا عبوسي ولك هذا وين هذا ولك يلا اخوي استعل التو الجنود يلا تعال. بدأت المعركة سيدات ونساتي سادتي، جيش القرويين الاسطوري مالتي ينطلق بكل شجاعة، كان المفروض ان الجيش الثاني يفوت ولكن يبدو انه جيشي بقوة الامرالد مالتي دخل عليهم طشاري. الجيش مالتي شكله مسيطر، جيش مالتي شكله مسيطر، والله جيش القرويين والاكبار عايشين دمروا الفيليجرز، اخوان الجيش مالتي حرفيا دمروا الفيليجرز، اكلوهم اكل، اكلوا الفيليجرز اكل، ولك ايش قاعد يصير هنا؟ حرفيا الجيش مالتي كتل كل الفيليجرز، وما بقى واحد من الفيليجرز دولة عايش على قيد الحياة، يبدو انه الجيش مالتي مال القرويين هو الجيش الاقوى. الجيش تبعت مصر، العنيابك يا ناري، العنيابك. واخيرا انتصرنا على حجاجي.